بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 18 من سلسلة دروس شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للإمام الأخضر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، وذلك في أنشطة الموسم الثاني من برنامج إعداد طالب علم مميز في مركزنا مركز إحياء علوم الدين. وكنا قد توقفنا عند قوله: فصل في الاستعارة. قال: والاستعارة مجاز علقته تشابه كأسد شجاعته، وهي مجاز لغة على الأصح، ومنعت في علم لما اتضح، وفرد أو معدود أو مؤلفة منه قرينة لها قد أُلفا. الآن الاستعارة وهي نوع من أنواع المجاز كما قال الشيخ. الاستعارة في اللغة هي يعني أن تأخذ شيئا من غيرك مؤقتا، تقول: استعرت منك هذه الكأس ليشرب فيها الماء، فكأني أخذت لفظا، ليس كأني بل فعلا أخذت هذا اللفظ ليضع فيه معنى آخر غير المعنى المعتاد. فحينما وضع واضع اللغة كلمة البحر يريد بها الماء، وحين وضع كلمة الأسد يريد بها الرجل الشجاع، قلنا في لقاء سابق كما يقول عبد القاهر الجرجاني: الألفاظ موضوعة على الرف، نأخذها وقت الحاجة. فقد أستخدم كلمة أسد فيما وضع له، وعلامته التبادر وهو الحيوان المفترس، وأستخدم البحر فيما وضع له المخصص له، تماما تماما، يعني كاستعارة الآنية. أنت تصنع الشاي في إبريق الشاي، كنت مستعجلا لم تجد وعاء فأخذت إبريق الشاي فسلقت فيه البيض، تم سلق البيض ولكنه ليس مخصصا لهذا. نفس الشيء كذلك هنا، أخذنا الكلمة لنضع فيها معنى آخر غير المخصص لها، لكن هذا لابد له كما تعلمون من قرينة وعلاقة، قرينة صارفة للمعنى المتبادر، علاقة وجه ارتباط بين الأمرين. حينما أقول كلمة بحر في أصلها هذا حقيقة، أسد في الحيوان المفترس حقيقة، لكن حينما أستخدم كلمة بحر وأريد بها سعة الكرم، هنا لابد من قرينة صارفة ومن علاقة بين الأمرين، فهذه هنا استعارة، كأني استعرت كلمة بحر للكريم، وكأني استعرت كلمة أسد للرجل الشجاع. قال: والاستعارة مجاز علقته تشابه كأسد شجاعته. هذا المثال واضح، إذن هو مجاز علاقته التشابه. تذكرون أن المجاز أنواع، منها المجاز العقلي وهو إسناد الفعل إلى غير فاعله، وهو في المجاز العقلي في الإسناد فأخذناه في علم المعاني، والمجاز المرسل أخذناه في الدرس الماضي وهو له علاقة ولكن غير مشابهة، الظرفية والسببية والمسببية وهكذا الأشياء العلاقات المعروفة، فيقال مجاز مرسل. الاستعارة مجاز علاقته التشبيه، وهي مجاز لغة على الأصح في عالم لما اتضح، ومنعت في عالم لما اتضح، هي مجاز في اللغة. لماذا؟ لأن استخدام اللفظ في غير ما وضع له. قال: على الأصح، يعني على القول الأصح، يعني يشير إلى قول آخر. هناك قول آخر يقول: لا،
هي مجاز عقلي. كيف يعني مجاز عقلي؟ يقول لأنها تطلق على المشبه، لا تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به. إذن هذه دعوة عقلية، فالعقل هو الذي يقوم بهذا. هذا كلام غير يعني ليس هو الأصح. الأصح ما قلناه أنها مجاز لغوي عن استخدام اللفظ في غير ما وضع له، ومنعت في عالم لما اتضح. ما دام هي مجاز لغوي، فالعلم، العلم ممنوع منه. قالوا لماذا؟ لأن أنا أريد العلمية قائمة على التشخيص، وأنا أريد الجنسية، أنا أريد الجنسية لا أريد التشخيص. التشخيص ما هو؟ زيد، عمر، خالد، هند، تشخيص. فهي ممنوعة في العلم لأن العلم قائم على التشخيص، وأنا لا أريد التشخيص إنما أريد الجنس. قالوا إلا إذا ما كان العلم فيه نوع وصفية. يعني كيف؟ حينما أقول حاتم، حاتم لم يعد رجل أعرابي عاش في جزيرة العرب قبل الإسلام بقليل، لا، صار الآن علما، صار وإن كان علما في الأصل صار وصفا يوصف به الجواد. إذن ما دام صار وصفا فليقول فلان حاتم، يعني يريد هو حاتم في الجود. لاحظ، إذن صار في مشابهة، فجاز هنا وإن كان علما. قال ومنعت في علم لما اتضح، يعني العلم يراد به التشخيص، بينما نحن هنا نريد الجنسية لا نريد التشخيص. متى يجوز العلم؟ إذا كان فيه نوع وصفية، كما في قولنا للكريم حاتم، أو نقول للبخيل مادر. إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت خفية، وقال الدجى يا صبح لونك حائل. هنا إذا وصف الطائي بالبخل مادر، هو لا يريد لا مادر ولا يريد الطائي، إنما يعني يريد إذا وصف البخيل، إذا وصف البخيل، إذا اتهم البخيل الكريم بالبخل. يعني مادر هو أبخل العرب وحاتم أكرم العرب، فمادر يقول ليش لحاتم أنت بخيل. فنلاحظ هنا لا يريد الأسماء، فهذا مادر ذكرت لكم قصته وهو مضرب المثل في البخل. هنا إذن يعني سابقا هذا رجل يعني وجد ماء، عين ماء، والناس في حالة عطش وحاجة، فارتوى وسقى إبله وملأ أوعيته وأسقيته تماما حتى لم يبقى عنده شيء يملأ. قام فأفسد في الماء، يعني سلح فيه حتى يحرم غيره من شربه، فضرب به المثل بهذا. فإذا هنا لاحظ الاستعارة تصح في الوصفية إذا كان في، تصح في العلم إذا كان فيه نوع وصفية. قال وفردا أو معدودا أو مؤلفا منه قرينة لها قد ألفا. الآن يتحدث عن القرينة، لابد من قرينة صارفة، وهذه القرينة قد تكون فردا، قد تكون متعددا، قد تكون من معنى متلائم بعضه مع بعض، يعني مؤلف من أكثر من فرد. فالقرينة إما أن تكون فردا مثل رأيت أسدا يرمي الأعداء، يرمي هنا يعني قرينة واحدة. معدودة أقول رأيت فرسا يرمي، رأيت فأسدا يرمي الأعداء على فرسه. لاحظنا قرينة ثانية تمنع المعنى المتبادل الذي هو الحيوان المفترس.
أو مؤلفة، يعني ملتئم ملتئمة، مربوط بعضها ببعض، يعني ليست واحدا بانفراده. إذن لا بد من قرينة صارفة، سواء كانت فردا أو متعددا، سواء كان مفردا أو كان ملتئمة، يعني الأمر يسير، لا بد من قرينة صارفة. نعم، يعني يضربون مثالا للقرينة المؤلفة الملتئمة هذه، تضرب عادة كتب البلاغة بيتا يقول: وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب. صاعقة، أين الصاعقة؟ هنا يريد من هذا يده في خمس سحائب، يعني فيها خمسة أصابع، فحينما تأتي هذه اليد شبه أصابعها بالسحائب، وحينما يحركها كأنها البرق والرعد، كأنها صاعقة ينزل بها الخير والمطر وهكذا، خمس سحائب، فهذه يعني قرينة ملتئمة. قال: ومع تنافي طرفيها تنتمى إلى العناد لا الوفاق فاعلما. يعني تنقسم باعتبار المستعار منه والمستعار له، هما طرفاها، المستعار منه المعنى الذي أخذنا المشبه به هنا، وقلنا تشبيه هذا، المستعار منه والمستعار له وهو المشبه، هما الطرفان. مع تنافي طرفيها تنتمى إلى العناد لا الوفاق فاعلما. تنقسم باعتبار الطرفين، باعتبار المستعار منه والمستعار له، إلى عنادية ووفاقية. أما العنادية فهي التي يمتنع اجتماع طرفيها، لا يجتمع الطرفان فهما متعاندان. قال: كاستعارة اسم المعدوم للموجود الذي لا منفعة فيه، واستعارة الميت للحي الجاهل. هنا العنادية يمتنع اجتماع طرفيها، حينما نستعير المعدوم للموجود الذي لا منفعة منه، هو موجود لكنه كالمعدوم لا نفع فيه، وحينما نستعير كلمة الميت للجاهل. نعم. وإلى وفاقية، ومع تنافي طرفيها تنتمى إلى العناد لا الوفاق فاعلما. أما الوفاقية وهي التي يمكن اجتماع طرفيها، كاستعارة الإحياء للاهتداء في قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه. فالإحياء والاهتداء يمكن أن يجتمع، لا تنافر بينهما. يعني كأنه يقول: أو من كان ضالا كالميت فهديناه فصار كالحي. أما في العنادية لاحظ الموت والضلال، الموت والضلال يعني هذه الآية تحتوي على العنادية والوفاقية. الموت والضلال لا يجتمعان فهما متعاندان،
والهداية والحياة يجتمعان فهما وفاقي. يعني هذه الآية قد اشتملت على العنادية والوفاقية. الموت والضلال لا يجتمعان، فتشبيهه بالميت هنا من قبيل الاستعارة العنادية. أما الإحياء والاهتداء فيمكن أن يجتمعا، فهي وفاقية هنا، ومع تنافي طرفيها تنتمى إلى العناد للوفاق فعلما، ثم العنادية تمليحية تلفى كما تلفى تهكمية. الآن العنادية تمليحية أو تهكمية. تمليحية من الملاحة يعني الحسن، للظرافة، شيء ظريف، كما تأتي أيضا للتهكم والاستهزاء. فهنا في العنادية نأتي بها إما للتظريف والتلميح أو التهكم، وقلنا قد يجتمعان، يعني لا يوجد، يعني ليس إما هذا وإما هذا. يعني خذ مثلا حينما يقول الله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. العذاب الأليم بشرى؟ لا، ليس بشرى. فهنا فيه تهكم بهم، كما يقول السجان لمن أراد سجنه تفضل شرف. هنا هذا الكلام أشد وقعا عليه من الضرب، وإن كان ظاهر الاحترام. فحينما أقول مثلا رأيت أسدا، وأريد به الجبان هنا عكس، يعني أتهكم يعني هنا، رأيت أسدا يخاف من القط. كيف أسد يخاف من القط؟ فهنا استعارة، استعرت له لفظ الأسد على قبيل الاستعارة العنادية، ملحت بهذا الكلام وتهكمت به حيث كان جبانا لا يستطيع أن يجابه القط. قال وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة. الآن باعتبار الجامع، الوصف الجامع بين المستعار منه والمستعار له، لابد من جامع، فتكون قريبة أو تكون غريبة. يقول كقمر يقرأ، قمر يقرأ يعني أصف الجمال، هنا يقرأ هذا مانع، هذا يعني قرينة مانعة. قمر يقرأ، القمر يوصف به الجميل، فهذا قريب واضح لا تحتاج إلى تفكير. نعم. أو غريبة، الغريبة يعني تحتاج إلى تأمل ولا يدركها إلا يعني الخواص، لكنها جميلة. قال واشتعل الرأس شيبة، واشتعل الرأس شيبة، وهنا يريد شبه الرأس بنار تشتعل، يريد سرعة الشيب في الرأس وكأنه نار، يعني بسرعة يتواصل.
وباعتبار جامع وطرفين حسا وعقلا ستة بغير مين. الآن باعتبار الطرفين كما أخذنا سابقا، إذا كنتم تذكرون المسند والمسند إليه، قلنا حسيان أو عقليان، أو الأول حسي والثاني عقلي، أو الثاني حسي والآخر عقلي. يعني هذه التشقيقات لا أرى لها كبير فائدة، لكن نعطي مثالا سريعا ولا نقف عند هذا كثيرا. حسيان، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، شبه ذهاب الليل، ذهاب النهار عن الليل، كالشاة التي تسلخ فيذهب جلدها ويتغير اللون. تمام، هنا الطرفان حسيان، الطرفان المستعار له والمستعار منه حسيان. أو يكون عقليين، من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا، هنا شبه القيامة إلى البعث والنشور. أولا شبه الموت بالنوم وهو الرقاد، شبه النوم بالموت وهذا التشبيه عقلي. طيب، النائم يستيقظ، الميت يبعث، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أو يكون العكس، فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، المستعار من هنا كسر الزجاج الذي يتصدع. المستعار له هنا التبليغ، فحينما تبلغ الناس سيتصدع ما عندهم. أو العكس، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغيان الماء، الماء لا يطغى، الماء لا يحس، لا يدرك، لكن تجاوز الحد الذي حصل شبهه بالطغيان. فإذا هذا باعتبار الطرفين وباعتبار جامع وطرفين، باعتبار الوصف الجامع لهما مع الطرفين، تنقسم إلى حس وعقل، فإما أن يكون حسيين، وإما أن يكون عقليين، وإما أن يكون الأول حسيا والثاني عقليا، أو العكس، فصار ستة بغير بين، يعني بغير كذب. فإن كان حسيين كقضية الليل نسلخ منه النهار، فالجامع إما حسي وإما عقلي، الجامع إما حسي وإما عقلي. وإن كان عقليين فالجامع لا يكون إلا عقليا. واللفظ إن جنسا فقل أصلية وتبعية لدى الوصفية. هنا الآن انقسام الاستعارة باعتبار ألفاظها، إما أصلية وإما تبعية. قال واللفظ إن جنسا فقل أصلية، يعني حينما قل رأيت أسدا هذا جنس، اسم جنس، فهذه استعارة أصلية، يعني جامد هنا. تمام، إذا كان جامدا رأيت أسدا، هنا هذه أصلية باعتبار ألفاظها. وإن كان وصفا فهي تبعية، أقول والله الآن سيأتي الشيخ بالمثال، واللفظ إن جنسا فقل أصلية وتبعية لدى الوصفية،
والفعل والحرف كحال الصوف ينطق أنه المنيب الموفي. إذن أصلية أو تبعية. الأصلية إذا كانت جنسا، اسم جنس جامد مثل ماذا؟ أسد. وتبعية إذا كانت وصفا مشتقا أو الفعل أو الحرف. تمام؟ إذن أصلية هذه بالنسبة إذا كانت اسم جنس مثل رأيت أسدا. تبعية لدى الوصفية والفعل والحرف. فالشيخ مثل للتبعية قال كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي. الحال ينطق؟ الحال لا ينطق. فهنا أقول حاله ناطقة بكذا وكذا، فهذا استعارة تبعية. الحرف فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطوه ليكون لهم مؤنسا ويعني ولدا، لا ليكون لهم عدوا. قال وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبن. الآن تنقسم إلى استعارة مطلقة، وهي التي لا تقترن بوصف أو تفريع. اسمعوا وعوا وانتبهوا. الآن الاستعارة قد يفرع عليها بشيء يلائم المستعار منه، أو يفرع عليها بشيء يفرع يلائم المستعار له. نعم، هذه أقسام ستأتي بعد قليل. أو لا تقترن بشيء من التفريع، فهذه تسمى الاستعارة المطلقة. فهي التي لم تقترن بما يلائم أحد الطرفين. إذن مطلقة، ما معنى مطلقة؟ أطلقت عن كل وصف يلائم واحدا من الطرفين. أطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبن. إذن الاستعارة المطلقة هي التي لا تقترن بوصف يفرع على واحد من الطرفين المستعار منه أو المستعار له. قال وجردت بلائق للأصل، بلائق بالأصل، ورشحت بلائق بالفصل. الآن ستفهم المطلقة من خلال المجردة أو التجريدية أو المرشحة. نبدأ بالتجريدية ثم نعود للمطلقة حتى تتضح الصورة أكثر. نبدأ بالمجردة. قال وجردت بلائق بالأصل، يعني اقترنت بما يلائم المستعار له. أقول رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا هذه مطلقة، تمام؟ ما في أي وصف. رأيت أسدا مطلقة، أسدا يرمي. إذن هنا اقترنت بشيء يلائم المستعار له، فهي تجريدية أو مجردة. ورشحت بلائق بالفصل، ها الترشيحية هي التي اقترنت بشيء يناسب المستعار منه. طيب خذ من الكتاب الكريم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. هنا استعار كلمة الشراء للكفر والنفاق. اشتروا الضلالة بالهدى، ما الذي يناسب الشراء؟ الربح والخسارة.
قال فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم هذا ترشيح، لماذا؟ لأنه شيء يناسب المستعار له. أسدا يرمي يناسب المستعار، المستعار له. فما ربحت تجارتهم يناسب المستعار منه. طيب مطلقة لم تقترن بواحد منهما. أعطيكم مثالا آخر، يقول ولما رأيت النصر عز بن داية وعشش في وكريه جاش له صدري، مثال مشهور عند علماء التفسير. هنا شبه الشعر الأبيض بالنسر، فهجم، شبه الشعر الأسود بالغراب، تمام، فهو أسود والنسر أبيض. يقول ولما رأيت النسر عز بن داية، يعني النسر هجم على الغراب، يريد بهجوم النسر بياض الشعر، و بالغراب سواد الشعر. يقول بدأ أن يقول هجم الشعر الأبيض على الشعر الأسود، يقول هجم النسر على الغراب. طيب ما الذي يناسب النسر والغراب؟ كلاهما له وكر. يقول وعشش في وكريه، فأتى بشيء يناسب المستعار له، عفوا يناسب المستعار منه، يعني الذي هو النسر والغراب، يناسب العش. فحينما أتى بوصف وفرع بوصف يناسب المعنى الذي استعرنا منه، يقال هذه مرشحة. إذا كان العكس يقال مجردة، إذا لم تقترن بوصف يوافق الأول والثاني يقال مطلقة. قال نحورت قائلا سماء القدس ففاق من خلف أرض الحس. هنا الآن ارتقى إلى سماء القدس، ارتقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرض الحس. هنا يريد الارتقاء الروحي، ها، ارتقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرض الحس. الارتقاء يناسبه السماء، والهبوط يناسبه الأرض. فكلمة خلف أرض الحس هذه مجردة، حيث استعار الصفات الدنيئة، استعار الأرض للصفات الدنيئة. أرض الحس هذه الصفات الدنيئة، فهنا. أما سماء القدس فهو الرقي الروحي. نعم. قال أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه وانتفاء، على تناسي الشبه وانتفائه. أبلغها الترشيح، طبعا الترشيح لماذا أبلغ؟ لأنه يتناسى المستعار له، ويغرق في الاستعارة لأنه فرع على المستعار منه، فكأنه ناسي هذا المشبه تماما وأغرق في المشبه به. لذلك الترشيح بلا شك، أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه وانتفائه. يعني قد يجتمع الترشيح والتجريد في بيت واحد، أو في مثل واحد، أو في آية واحدة. خذ البيت الشعري يقول لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم.
يريد أن يصف هذا الراكب المقاتل شاك السلاح لدى أسد. أسد هذه قلنا إذا قلنا فقط له أسد. لا. الآن أعطيك أمثلة تامة على هذا البيت وطبق فيها كما شئت وفهم كما شئت. إذا قلت أسد هنا هذه وقفت هنا تكون مطلقة استعارة مطلقة ليس فيها ما يناسب المستعار له ولا مستعار منه. تمام؟ هذا اسمه إيش؟ استعارة مطلقة. لكن قال لدى أسد شاك السلاح مقذف. شاك السلاح يحمل سلاحه. إذن هنا فرع على شيء من أوصاف المستعار له، فهذا نسميه تجريد. طيب له لبد أظفاره لم تقلم، حينما يصف الأسد والأسد له أظفار وأظفاره غير مقلمة، هذا يناسب المستعار منه وهو الأسد، فهذا يسمى ترشيح. إذن نعيد، مطلقة أسد، شاك السلاح هذا وصف من أوصاف المستعار له، فهذا اسمه إيش؟ تجريد. أظفاره لم تقلم من أوصاف، فرع على أوصاف المستعار منه وهو الأسد، لذلك الترشيح أبلغ. لماذا؟ لأنه ينسى الشخص المشبه ويتوجه إلى المشبه به. وجردت بلائق للأصل ورشحت بلائق بالفصل، نحو ارتقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرض الحس، أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه وانتفائه. قال وذات معنى ثابت بحس أو عقل فتحقيقية كذا رأوا كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية. وحيث في نقص يا جماعة، في نقص في المتن هنا. أو قبل ذلك، وذات معنى ثابت بحس أو عقل فتحقيقية كذا رأوا. الاستعارة التي لها معنى ثابت بالحس أو بالعقل فهي تحقيقية كذا رأوا كذا رأى العلماء. المعنى قد يكون ثابتا بالحس مثل التشبيهات بالأسد أو بالبحر أو كذا، أو بالعقل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا عقلي، الله سبحانه لا يوصل إليه بطريق حسي. نعم. كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية، أشرقت هنا المراد به الاستنارة بالنور، وهذا النور هنا محسوس، ما قال ذات معنى ثابت بحسي، هنا أشرقت بصائر الصوفية، هذا معنى ثابت بالحس، أشرق الشروق، شروق الشمس. بنور شمس الحضرة القدسية، فهنا شبه انشراح النفوس وهو معنى انشراح الصدور وغياب الغم والهم، هذا معنى عقلي. شبهه بشروق الشمس كأشرقت بصائر الصوفية، إذن قد يكون المعنى حسيا مثل شروق الشمس، وقد يكون المعنى عقليا. إذن وذات معنى ثابت بحس أو عقل فتحقيقية كذا رأوا كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية. الآن الكلام متصل بعضه ببعض فصل، وحيث تشبيه بنفس أضمر
وما سوى مشبه لم يذكر ودل لازم لما شبه به فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية وذكر لازم بتخيلية كأنشبت منية أظفارها وأشرقت حضرتنا أنوارها. الآن نبدأ منذ البداية. إذا معنى ثابت بالحس أو العقل فهذه استعارة حقيقية. المعنى ليس ثابتا بالحس أو العقل إنما هو متخيل فتسمى التخيلية. ما هذه التخيلية؟ وحيث تشبيه بنفس أضمر، التشبيه في النفس مضمر. وما سوى مشبه لم يذكر، ما ذكر إلا المشبه. المشبه به لم يذكر، لكن المشبه به موجود في الإضمار. وحيث تشبيه بنفس أضمر، يعني أضمرت التشبيه في عقلي وقلبي ولم أذكر سوى المشبه. ودل لازم لما شبه به فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية وذكر لازم بتخيلية. أضمرنا التشبيه وما ذكرنا سوى المشبه، ولكن ذكرنا شيئا من لوازمه، من لوازم المشبه به، فهذا التشبيه يعرف باستعارة الكناية. مثل إيش يقول؟ وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هنا شبه المنية بماذا؟ شبهها بحيوان مفترس له أظفار. لم يذكر الحيوان مفترس، لم يذكر لنا، نعيد الكلام. وحيث تشبيههم بنفس أضمرة، فقط التشبيه بالنفس. وما سوى مشبه لم يذكر، ما ذكر إلا المشبه. ودل لازم لما شبه به، مشبه من المنية، تمام. وما سوى مشبه لم يذكر ودل لازم لما دل اللازم، ما هو اللازم؟ أنشبت أظفارها. الأظفار هذه من صفات الحيوان المفترس. فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية، هذه يسمونه استعارة الكناية. وذكر لازم يعني حذف المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه الأظفار هنا. وذكر لازم بتخيلية، هذه استعارة تخيلية وليست تحقيقية التي هي حسية أو عقلية كما سبق فيما مضى، تمام. فهذه تخيلية. كأنشبت منية أظفارها وأشرقت حضرتنا أنوارها. إذن تخيلنا اللازم وهو أظفار المنية، وأنشبت منية أظفارها وأشرقت حضرتنا أنوارها. شبه الحضرة بالشمس تشبيها مضمرا في النفس، وأثبت ما هو من لوازم المشبه به وهو الأنوار. كم الساعة الآن؟ كم مضينا؟ كم مضى الدرس؟ 43 دقيقة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. باقي فقط محسنات الاستعارة، سامحونا درس الاستعارة في بعض الطول لأن الموضوع القادم سيكون مختلفا. قال فصل: مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلى. مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلى. وإن أتى استعارة مركب فمثلا يدعى ولا ينكب. الآن الشيخ يتحدث عن محسنات الاستعارة، وتحسينها أن تبتعد عن التشبيه، أن تبتعد عن التشبيه لكن لا تصل إلى درجة الإلغاز، لابد أن يكون المعنى مفهوما. فقال: محسن استعارة تدريه برعي وجه الحسن للتشبيه. كيف أعلم الاستعارة محسنة؟ حينما تراعي وجه الشبه، وفي الوقت ذاته تبتعد عن رائحة التشبيه. لا تقول فلان مثل فلان كفلان كذا، لا تفعل هذا. إذا فعلت هذا
تقترب من التشبيه، والتشبيه حقيقة، ونحن نتكلم عن المجاز، والمجاز أبلغ من الحقيقة. فإذا لا تشم رائحة التشبيه، لأن التشبيه من الحقيقة، والاستعارة مجاز، والمجاز أبلغ من الحقيقة. برعي وجه الحسن، برعي وجه الحسن للتشبيه، تراعي وجه الحسن وتبتعد عن رائحة التشبيه في لفظ وليس الوجه الغازا طفي، لا تأتي بأشياء معقدة غير مفهومة. فحينما تقول مثلا أتيت رأيت أسدا وتريد به الأبخر، رائحة فمه منتنة، هذا غير مناسب لأنه لن يفهم. إذا تبتعد عن رائحة التشبيه قدر المستطاع حتى لا تكون في الحقيقة، وتتجه باتجاه المجاز، وأيضا تراعي وجه الشبه وتبتعد عن الألغاز. قال مركب المجاز فصل، مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلا، وإن أتى استعارة مركب فمثلا يدعى ولا ينكب، ومنه ما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى. الكلام معناه متصل بعضه ببعض، لا بد أن نأخذه كاملا. هناك المجاز المركب وقد تقدم سابقا، في نسبة أو مثل تمثيل جلى، في نسبة بين شيئين، إسناد مسند مسند إليه، أو مثل تمثيل، يعني جاءك المثال فأقول مثلا الصيف ضيعت اللبن حتى ألتزم بعباراتهم. فهنا نعم، فحينما أقول الصيف ضيعت اللبن هذا مثل، فأنا استعرت الألفاظ التي قيلت في ذلك المثل وجعلتها عنوانا لما يشبهه من الحوادث. فحينما يضيع الإنسان على نفسه فرصة من الفرص أقول الصيف ضيعت اللبن، وحينما يجني إنسان على نفسه أقول على نفسها جنت براقش، فعلى نفسها جانت براقش وقال كلب نبحت فيعني ضربت وشرد أهلها وكذا وكذا. فحينما تأتي بالمثل وهو نسبة مثلا، هنا الصيف ضيعت اللبن مسند ومسند إليه، لكن لا يراد ظاهره، إنما يوجد هذا المعنى، جعل عنوانا على الحالة المشابهة، أو مثل تمثيل جلى اتضح. وإن أتى استعارة مركب فمثلا يدعى ولا ينكب، يعني هذا تلتزم به ولا تغير فيه شيئا، وصار كالاستعارة. فالصيف ضيعت اللبن على من أضاع الفرصة من يده، على نفسها جنت براقش على من يتسبب في أذية نفسه. فمثلا يدعى، هذا يسمى المثل، هذا النوع من الاستعارة يسمى المثل، وهذا لا يغير لا ينكب، فمثلا يدعى ولا ينكب، ومنهما إعرابه تغير بحذف أو زيادة ترى. وهذا من أنواع المجاز ما يتغير إعرابه بحذف لفظ أو زيادة. وجاء ربك المراد وجاء أمر ربك، هنا حذفنا لفظ، أو زيادة ترى ليس كمثله شيء. فإذا هذه كلها من أنواع المجاز، وقلنا إن الاستعارة مجاز، وقد يكون مفردا وقد يكون مركبا وقد يكون مثلا. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الاستعارة، فمن عنده سؤال فليسأل. في الدرس القادم إن شاء الله سنأخذ الكناية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.